بسم الله الرحمن الرحيم. السيد وزير الشباب والرياضة، السيد رئيس المرصد الوطني للرياضة، السيد مدير المركز الوطني للطب الرياضي، السيد ممثل عن اللجنة الأولمبية الجزائرية، السادة رؤساء الاتحاديات الأولمبية الجزائرية، السادة المدراء التقنيين الوطنيين، بطلاتنا وأبطالنا الرياضيين، بداية اسمحوا لي أن أغتنم هذه الفرصة الطيبة لأهنئكم جميعا بمناسبة عيد الأضحى المبارك، عاده علينا إن شاء الله بالخير واليمن والصحة والعافية. يشرفني لقائي بكم اليوم رفقة زميلي وأخي وزير الشباب والرياضة من أجل بحث سبل وظروف استئناف التحضيرات للألعاب الأولمبية والبارالمبية طوكيو 2021 في ظل هذه الظروف الصحية الصعبة التي تعيشها بلادنا على غرار كل بلدان العالم بسبب وباء كورونا كوفيد 19 الذي لا يقتصر تأثير تفشيه على الجانب الصحي والاقتصادي والسياسي والاجتماعي فحسب، بل طار بتأثيره السلبي حتى على الرياضة، إذ أحدث فوضى في أجندة الأحداث الرياضية وصلت إلى تأجيل أبرز المواعيد الرياضية العالمية ألا وهي الألعاب الأولمبية التي كانت مقررة هذا العام بطوكيو. وتسبب هذا الفيروس كذلك بشلل كامل في الرياضة العالمية منذ شهر مارس الماضي بعدما تم توقيف الأنشطة الرياضية ضمن الإجراءات الاحترازية لتصدي تفشي فيروس كورونا. ثم في شهر جويلية اتخذت وزارة الشباب والرياضة وكتابة الدولة لرياضة النخبة قرار السماح باستئناف تدريب الرياضيين المتأهلين للألعاب الأولمبية والبارالمبية بطوكيو 2021 وفقا لتوصيات أقول لجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا، بحيث تم الشروع فعليا في تحديد وتعيين مراكز التحضير للاتحاديات الرياضية المعنية وقيام أعضاء المجلس الطبي والعلمي للمركز الوطني للطب الرياضة بزيارات تفقدية لتأمين وتعقيم هذه المراكز التي ستجرى فيها بحول الله تربصات وتحضيرات الفرق الوطنية. ثم كمرحلة ثالثة تم إحداث من طرف نفس اللجنة العلمية بروتوكول صحي خاص باستئناف التدريبات بالنسبة للرياضيين المؤهلين والمرشحين للتأهل للألعاب الأولمبية والبارالمبية. وكمرحلة رابعة تم تجسيد هذا البروتوكول في شكل دليل خاص بكل اختصاص رياضي سوف يسلم لكم اليوم إن شاء الله ليساعدكم في مزاولة واستئناف التدريبات بكل أمان وسلامة، بشرط الالتزام الكلي بالإجراءات والتوصيات الوقائية والاحترازية المتعلقة بكل اختصاص والموجودة في هذا الدليل الذي ستسهر إن شاء الله اللجنة العلمية على ضمان تطبيقه. الحضور الكرام، تلاحظون أننا لم نستعجل أبدا في استئناف التدريبات على حساب صحة الرياضيين، حرصا منا على احترام كل هذه المراحل المهمة المذكورة للحفاظ على سلامة وصحة الرياضيين الجزائريين بالتحضير الأمثل على المستويات اللوجستية المالية والطبية، ليتواصل قطار المسيرة الرياضية متخطيا كل التضاريس الصعبة لينتهي به المطاف بإذن الله في محطة النجاح والتتويجات بالميداليات. الحضور الكريم، عائلتي الرياضية، أنا أعلم جيدا أن طريق الخروج من هذه الأزمة الصحية سيكون صعبا على الجميع، إلا أنني متيقنة أن الرياضة الجزائرية ستعود بصحة أفضل وأقوى إن شاء الله، وهذا لا يتم إلا بتعاوننا جميعا وتضافر جهودنا
والتفافنا حول بلادنا الحبيب لتحيا دائما الرياضة الجزائرية إن شاء الله. أختتم كلمتي هذه بتجديد دعمي ومساندتي رفقة زميلي وزير الشباب والرياضة لكل رياضيين النخبة والسهر على تقديم كل الإمكانيات، إمكانياتي تحضير المحكم والجيد لهذا الموعد العالمي الهام، متمنية لكم النجاح والتألق لرفع الراية الوطنية عاليا إن شاء الله. أشكركم على كامل الإصغاء وأتمنى التوفيق للجميع إن شاء الله. شكرا.